بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه مستر علي ابراهيم. ان شاء الله النهارده هنشرح الحاله الشرطيه الثالثه لقاعده اف او ثيرد كونديشنال اف. نبدا بتكوين الحاله الشرطيه الثالثه. بتتكون مما يلي: اول حاجه اف معنى اذا او لو، يليها باست بيرفكت زمن الماضي التام اللي هو فعل الشرط، اضع بعده الفاعل سبجكت، يليه وود او كود او مايت حسب معنى الجمله، وثبت معانا هنا هاف زائد الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث للفعل. ده تكوين الحاله الشرطيه الثالثه. ببدا بفعل الشرط اللي هو زمن الماضي التام الباست بيرفكت، بعد كده جواب الشرط بيكون وود او كود او مايت يلي هاف زائد ثالث تصريف للفعل. امتى بستخدم الحاله الشرطيه الثالثه؟ بستخدمها في ثلاث مواضع او ثلاث اشياء. اول حاجة لما بتكلم عن مواقف واحداث في الماضي لم تحدث، امنية في الماضي، بتمنى امنية فات وقتها. انا الوقت عرضت على زميلي الذهاب معايا الى السينما لكنه رفض، فانا بقول له if you had gone to the cinema with us you would have enjoyed your time. لو كنت ذهبت الى السينما معانا كنت انت استمتعت بوقتك. ده معناه ان انا بتمنى شيء في الماضي وده لم يحدث. بقول له لو كنت ذهبت الى سينما معانا كنت انت استمتعت بوقتك. يبقى هنا بتكلم عن حدث في الماضي لم يقع في الاساس وعبرت عنه بأمنية. تاني حاجة تخيل عكس ما حدث في الماضي. انا الوقت قمت بشيء فبتخيل ان انا ما قمتش بيه بعكسه. مثال I worked hard on this project. انا عملت بجد على هذا المشروع. If I hadn't worked hard، لو لم أعمل بجد، I wouldn't have succeeded، لم أكن لأنجح فيه. أنا الوقت نجحت في المشروع نتيجة لي عمل جاد، فأنا بقول لو ما كنتش اشتغلت بجد ما كنتش نجحت فيه. أنا هنا بتخيل عكس ما هو حدث بالفعل، عشان كده استخدمت الحالة الشرطية الثالثة. بدأت الجملة بإف الشرطية إذا أو لو، بعد كده فعل الشرط hadn't worked ماضي تام، جواب بقى الشرط عندي wouldn't have زائد تالت تصريف succeeded. تالت استخدام معانا للحالة الشرطية التالتة الندم على شيء حدث في الماضي. هو شيء حدث في الماضي وانا بندم على القيام به. مثال if I had left my car in the parking area the traffic policeman wouldn't have find me. هنا الجملة معناها لو كنت تركت سيارتي في المنطقة المخصصة لركن السيارات الشرطي ما كانش يدفعني غرامة. ده معناه ان انا سبت سيارتي في مكان غير مخصص لركن السيارات عشان كده انا دفعت غرامة. فانا بقول لو كنت سبت سيارتي في مكان مخصص لركن السيارات ما كنتش دفعت غرامة. انا هنا بندم على شيء حدث في الماضي. ناخد بالنا من نقطة هامة جدا بتأتي في السؤال الاختياري. اول حاجة لاحظ ما يلي: يجب استخدام الحالة الثالثة. انا ممكن استخدم الحالة الثالثة اذا كان فعل الشرط ماضي تام. لازم يكون عندي فعل الشرط ماضي تام حتى وان كانت الجملة فيها حقيقة. طبعا احنا عارفين ان الجملة اللي فيها حقيقة بتأخذ الحالة الصفرية، لكن هنا اذا كان فعل الشرط ماضي تام لازم استخدم حالة ثالثة. مثال if you had put water in the freezer yesterday it would have turned into ice. لو كنت وضعت الماء في المجمد امس كان تحول الى ثلج. هنا رغم ان دي حقيقة علمية لكن عشان فعل الشرط ماضي تام هنا اضطريت اخلي جواب الشرط would have زائد ثلاث تصريف للفعل. في برضو نقطة تانية، انا ممكن ابدأ الجملة في الحالة الشرطية الثالثة بكلمة had وتحل محل اف لكن بكل صيغة معينة. ابدأ الجملة بهاد يليها سبجكت الفعل ثم الباست بارتيسيبل تالت تصريف للفعل وكمل بقى الجملة عادي فاعل وود او كود او مايت يليها هاف زائد تالت تصريف للفعل. مثال had he told us early I would have been able to help him. لو كان قال لنا بدري شوية كنت انا اصبحت قادر على ان اساعده. بتساوي في المعنى if he had
told us early, لو كان قال لنا باكرا, I would have been able to help him, كنت انا قدرت اساعده. لاحظ هنا ان انا بدات الجمله بهاد, حلت محل اف كمعنى, وضعت بعد هاد subject فعل, ثم told التالت تصريف للفعل. طب لو عندي هاد جت فعل اساسي وليس مساعد, اذا جاءت هاد فعل اساسي وليس مساعد في فعل الشرط نعمل ايه؟ نستخدم الحلقة التانية. مثال, if I had enough money I would buy this mobile phone. ناخد بالنا مش معنى ان انا شفت هاد في فعل الشرط ان دي تبقى حلقة تالتة. انتبه كويس, هل هنا هاد معناها ايه؟ هل هنا هاد فعل اساسي ولا فعل مساعد؟ اذا كان فعل مساعد ماضي تام هستخدم الحالة الشرطية التالتة, لكن اذا كانت هنا هاد فعل اساسي بستخدم الحالة الشرطية التانية. فهنا بقول لو كان لدي مال كافي كنت انا اشتريت هذا الموبايل. ناخد برضو بالنا لو كان فعل الشرط had to اللي هو اضطر الى, الزام في الماضي, تكون جملة الشرط حالة تانية. مثال, if she had to work she would look for a job as a secretary. لو هي اضطرت الى ان تعمل سوف تبحث عن وظيفة كسكرتيري. ناخد بالنا هنا ان فعل الشرط فيه هاد, بس هنا هاد مش بتاعت الماضي التام, هنا هاد بمعنى اضطر الى اللي هو ماضي هاف تو, ماضي هاد تو, فهنا استخدمت الحالة التانية. لو كان جواب الشرط would have لكن جه بعده نون اسم وليس تصريف تالت للفعل, تبقى الجملة الشرطية حالة تانية. مثال, if my son passed the exam, لو ابني نجح في الامتحان, he would have a present, سوف يحصل على هدية. هنا هنلاحظ ان جواب الشرط would have, اميز ازاي اذا كان حالة تانية او تالتة. would have اذا جه بعدها اسم يبقى ده حالة تانية, عشان كده فعل الشرط عندي هنا ماضي بسيط وليس ماضي تام. اذا كان جواب الشرط would have to زائد مصدر اللي هو الزام, تكون الجملة الشرطية حالة تانية. مثال, if Sarah got up late she would have to take a taxi. لو ساره استيقظت متأخرة سوف تضطر الى ان تأخذ تاكسي. هنا عندي جواب الشرط في would have لكن جه بعد have to زائد المصدر, يبقى هنا هستخدم حالة تانية وليس حالة تالتة, عشان كده بدأت فعل الشرط بزمن ماضي بسيط وليس ماضي تام. كده نبقى انتهينا من شرح الحالة الشرطية الثالثة لقاعدة F. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية, وشكرا لحضراتكم.